عندما أفاقوا على أنفسهم بعد طغيان كوبنهاغن أدركوا إنه يا أخي لا، إحنا إذا يعني مشكلة إن يعني في النهاية القياس هو ممارسة بشرية، أنت تعطي الممارسة البشرية دورا أنطولوجيا خلاقا. يعني لم يستسيغوا هذه الفكرة، فبدأت تظهر تأويلات تقصي فكرة المغزى الأنطولوجي للقياس، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. هذا الفيديو ينتمي إلى سلسلة لغز ميكانيكا لكوانتوم، ورأينا في الواقع في يعني تكلمت عن تأويل كوبنهاغن، وهو ما زال التأويل الرئيسي في الواقع لميكانيكا الكوانتوم. لكن لاحظوا أنه ميكانيكا الكوانتوم فيما بعد اتضح كما قلت أنه النقطة الأساسية أن وصلنا إلى معادلات ميكانيكا الكوانتوم، لكن معناها الفيزيائي لم يكن واضحا، بعكس مثلا قوانين الفيزياء الكلاسيكية أو معادلات الفيزياء الكلاسيكية التي كانت تبدأ من المعنى الفيزيائي وتنتهي بالمعادلة، فلم يكن هناك مشكلة بصدد المعنى الفيزيائي للمعادلة في الفيزياء الكلاسيكية، لكن في ميكانيكا الكوانتوم لا، وصلنا إلى المعادلات أولا، وثم بدأنا نبحث حتى الآن عن معناها الفيزيائي. يعني وكأنه المعادلة في ميكانيكا الكوانتوم وجدت لكي تبحث عن المعنى الفيزيائي الذي لا ينتهي، يعني بحث لا ينتهي عن المعنى الفيزيائي، فيعني بعكس ما حصل مع الفيزياء الكلاسيكية. هنا لدينا المعادلة واضح أنه بقليل من التأويل ندرك أنها تعطينا تفسيرات ممتازة وتنبؤات ممتازة، ولكن المعنى الفيزيائي ليس واضحا، لا بل غامض جدا، ولذلك فهناك بحث عن المعنى، يعني كأنها معادلة تبحث عن معنى فيزيائي، معادلة ينقصها المعنى الفيزيائي، ولذلك كثرت التأويلات في ميكانيكا الكوانتوم. دائما عندما يكون هناك التباس بصدد المعنى في العلم على الأقل، لا أعلم عن الفروع الأخرى من المعرفة أو من الفكر، ولكن في العلم هذا يكون مؤشر على أن هناك إشكالا بصدد المعنى، ولذلك تكثر التأويلات. فعلا في ميكانيكا الكوانتوم تكثر التأويلات، وحتى كل تأويل يبدو وكأنه نظرية منفصلة قائمة في ذاتها. طبعا في بادئ الأمر هذا لم يحصل، في بادئ الأمر توصل مجموعة بور توصلت إلى ما يسمى تأويل كوبنهاغن اللي هو عائلة من التأويلات، وبالذات كان بور وهايزنبرغ وباولي وفيجنر وفون نويمان وجوردن وهكذا، لكن بالنهاية تشكل نوع من التأويل، نوع من المعنى لميكانيكا الكوانتوم لم يكن مرضيا، خصوصا بالنسبة إلى عمالقة مثل أينشتاين وشرودينجر ودي بروي، لم يكن مقنعا، ولكنه ساد وطغى في الوسط العلمي كما رأينا حتى خمسينيات القرن العشرين، من عشرينيات القرن العشرين حتى خمسينيات القرن العشرين، ثم فرضت الأمور نفسها على الجماعة العلمية، فأخذت الجماعة العلمية تعيد النظر في تأويل كوبنهاغن وتحاول في الواقع أن تتغلب على إشكالاته بتأويلات جديدة. ورأينا إنه يعني رأينا إنه بدأت المسألة مع ديفيد بوم عام 1952 عندما نشر بحثا
بين فيه إمكانية أن تؤول ميكانيكا الكوانتم بطريقة مختلفة، بطريقة يعني خلينا نسميها ديترمينستيك، يعني تحديدية، طريقة أخرى، طريقة لا تدخل فيها أنطولوجيا، لا يدخل فيه أو لا يدخل فيها في هذه الطريقة القياس أو المشاهدة أنطولوجيا، شغلة عرضية بتكون القياس والمشاهدة. وتكرر الأمر نفسه مع هيو أفريت عام 1957 فيما أخذ يعرف لاحقا بتأويل التأويل متعدد العوالم. المهم بالأمر هون يعني رأينا، وبعدين استمرت خصوصا في منذ السبعينيات، برزت مزيد من التأويلات في الواقع المتنوع، لا أريد أن أدخل فيها جميعا، ولكن برزت تأويلات متعددة. طبعا نما تأويل دي بروي بوم، نما تأويل هيو أفريت بعد أن نبذ، ثم وما زال ينمو، وبرزت تأويلات أخرى، تأويلات كثيرة أخرى في الواقع. طبعا في كل تأويل في إشكالات، يعني ليس فقط تأويل كوبنهاجن في إشكالات، وإنما كل التأويلات فيها إشكالات وأحيانا عويصة جدا. أنا أرى أنه يمكن، يعني المشكلة الرئيسية كانت هي كما قلت الدور الأنطولوجي للقياس والمشاهدة، هاي واحد. ثانيا انهيار الدالة الموجية، الانهيار اللحظي للدالة الموجية. طبعا ومعنى الدالة الموجية، يعني شو بتعني الدالة الموجية؟ ما زال الوضع يعني حتى الآن ضبابيا، ولكن أنا أقصد يعني أولئك الذين يعني حاولوا إيجاد تأويلات فيها إقصاء للدور الأنطولوجي للمشاهدة، أقسمهم إلى قسمين. قسم رأى بأنه ليس هناك انهيار للدالة الموجية، وفي مقدمة أولئك ديفيد بوم، طبعا دي بروي ديفيد بوم وهيو أفريت. ديفيد بوم لم يتكلم، يعني قال مشاهدة شيء عادي عرضي لا يدخل في أنطولوجيا في تحديد الظاهرة. وبالنسبة لديفيد بوم يعني الدالة الموجية موجودة، يعني لا تنهار، هي التي ترشد الجسيم ولا تنهار، لا عند المشاهدة ولا عند غير المشاهدة. ونفس الشيء هيو أفريت، بالعكس هيو أفريت أصلا كل تأويله قام على أساس نفي الدور الأنطولوجي للمشاهدة، فقال لا، إنه ليس الدالة الموجية لا تنهار، الدالة الموجية فيها أطياف، هذه الأطياف تمثل عوالم، يعني هي تتشابك، هذه تكون متشابكة هذه العوالم، ولكن في الواقع مع تطور الدالة الموجية فإنها تنفصل كليا عن بعضها بعضا، هي عوالم متعددة ومنعزلة عن بعضها بعضا، وكل كميات الطيف المعني تتحقق في الواقع ولكن في عوالم متنوعة. أيضا هون قال أنا أكتفي بمعادلة شرودنجر، لا أحتاج إلى فكرة الانتقال من الطيف إلى الشيء المحدد، لأنه الطيف يتكون من أشياء محددة، كل ما في الأمر أن هذه الأشياء المحددة لا تقع في العالم ذاته وإنما في عوالم متعددة. فقال إنه أصلا أنا لست بحاجة إلى فكرة انهيار الدالة الموجية، لأنه حتى المشاهدة يعني ليس لها معنى أنطولوجي، اللي له معنى حقيقي هو الدالة الموجية للكون، يعني دالة شرودنجر للكون. دالة شرودنجر للكون في الواقع تنبئنا بأن هناك أطياف من الاحتمالات، وهذه الأطياف في الواقع تتحقق ولكن في عوالم متنوعة معزولة عن بعضها بعضا. فقال إنه لا أحتاج إلى مفهوم انهيار الدالة الموجية،
ليس هناك انهيار للدالة الموجية، وإنما تتحقق الدالة الموجية في عوالم متعددة. هذه فكرة هيو أفريت. لكن برزت مدارس تقول إنه لا، إنه الدالة الموجية حقيقة إنه تنهار، ولكن لا تنهار بفعل شيء ذاتي وهو القياس أو الوعي. لا، مثلا يعني من أشهر المحاولات كانت محاولة الجي آر دبليو، اللي هو أسماء العلماء، يعني جي آر دبليو هي الحروف الأولى من أسماء العلماء الذين توصلوا إلى هذا التأويل، جيراردي، روميني، ويبر، ثلاثة علماء طليان، فقالوا إنه لا، إنه الدالة الموجية تحصل، الانهيار الدالة الموجية تحصل، ولكن تحصل عفويا طبيعيا وليس بفعل المشاهدة. ولكن اضطروا لكي يعني يحققوا فكرتهم، اضطروا في الواقع إلى تعديل معادلة شرودنجر بصورة طفيفة، بصورة طفيفة. يعني معادلة شرودنجر في لكل الحالات تقريبا هي معادلة شرودنجر المألوفة، ولكن هناك حد في معادلة شرودنجر، حد جديد أضافوه إلى معادلة شرودنجر تجعل الدالة الموجية تنهار باحتمال ضعيف جدا، ولكن هذا الاحتمال يتعاظم إذا كان لدينا نظام متعدد الجسيمات، يتعاظم حتى يحصل انهيار في فترة زمنية ضئيلة. يعني هي في الواقع الانهيار الدالة الموجية يأخذ وقتا طويلا، لأن احتمال الانهيار يكون ضعيفا على المستوى المجهري، ولكن على المستوى الجاهري فإنه يحدث بالسرعة في الواقع، بسرعة كبيرة. فننتقل بالتالي إلى العالم الكلاسيكي. فإذا بتعديل معادلة شرودنجر قاموا في الواقع بتأكيد انهيار الدالة الموجية، ولكن عدوا انهيار الدالة الموجية جزء من قانون قوانين الطبيعة، يعني من معادلة شرودنجر المعدلة. هاي أنا بعتقد من أقوى المحاولات، رغم أنها ليست أنيقة. يعني أناقض معادلة شرودنجر، يعني ضحوا بأناقض معادلة شرودنجر بهذه الطريقة عندما أضافوا حدا جديدا إلى معادلة شرودنجر، ولكن ما زالت هذه النظرية قائمة، وهناك محاولات للتأكد تحقق منها تجريبيا. وأيضا نجد مثلا بأنه روجر بنروز، أيضا طبعا روجر بنروز منحاز إلى نظرية النسبية العامة على حساب نظرية الكوانتوم، فهو يقول لا، أنا أقر بأن هناك انهيار للدالة الموجية، ولكن هذا الانهيار يحصل بفعل الجاذبية، الجاذبية الأينشتاينية، وليس له علاقة بالمشاهدة. المجال الجاذبي الأينشتايني اللي هو الزمكان المنحني يؤثر في الواقع على الجسيمات المجهرية ويجعل الدالة الموجية تنهار. فهذا هو مصدر انهيار الدالة الموجية، ومصدر الانتقال من العالم المجهري أو من ميكانيكا الكوانتوم إلى الميكانيكا الكلاسيكية. هذه فكرة طرحها بزخم روجر بنروز، وطبعا فكرة أعقد من ذلك، ولكن في السياق نفسه جيرارد توفت العالم الهولندي المعروف أيضا قال إنه لا، يعني المسألة لها علاقة بالبنية المجهرية للزمكان، أي للجاذبية الكوانتمية هي الأساس. لا أريد أن أدخل في تفصيلات فكرته، ولكن الفكرة نفسها أنه يحدث انهيار للدالة الموجية، ولكن هذا الانهيار لا يحدث بفضل المشاهدة، وإنما يحصل طبيعيا وعفويا. ففي إذن هاتان المدرستان. هناك طبعا ما يسمى الترانزاكشنال انتربريتيشن اوف كوانتم ميكانكس،
اللي هو لكن برضو يعني أدخل هذا التأويل فكرة جديدة، وهي يعني أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط حلول المعادلات الموجية، الحلول اللي فيها الزمن يتقدم إلى المستقبل، أي من الماضي إلى المستقبل، وإنما علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الحلول التي تعطينا حركة من المستقبل إلى الحاضر. فبهذه الطريقة استطاعوا في الواقع أن يفسروا كثيرا من السمات الغريبة لميكانيكا الكوانتوم. أيضا لن أدخل في التفصيلات، ولكن أيضا في يعني هذا التأويل الغريب اللي هو إنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الحلول، حلول المعادلات الموجية من الماضي إلى المستقبل، وإنما أيضا من المستقبل إلى الماضي، يعني ليس فقط على أساس السببية المعتادة، وإنما أيضا السببية المعاكسة، retrocausality كما تسمى باللغة الإنجليزية. فإذا هاي يعني لاحظوا في هناك الكثير من الإشكالات حول هذه المسألة، وما زال في هناك شغل كثير في هذا الاتجاه. يعني هذه فقط تعطيكم فكرة عما يحصل اليوم، يعني لم تحل هذه المشكلة، يعني لم نتوصل إلى معنى محدد متفق عليه، معنى فيزيائي محدد لمعادلات معادلة شرودنجر مثلا، بعكس مثلا ما حصل في النسبية الخاصة، أنه كان هناك التباس حول معنى مثلا حل شوارتشيلد، ولكن في النهاية في غضون 40 عاما توصل العلم إلى المعنى الفيزيائي الدقيق لهذا الحل، وهو الثقوب السوداء. لا، في هاي الحالة الآن حوالي 100 سنة قد مرت على بروز ميكانيكا الكوانتوم، وحتى الآن تعمق الخلاف بخصوص معنى المعنى الفيزيائي للميكانيكا، لمعادلات ميكانيكا الكوانتوم. المسألة الثانية المحيرة في الواقع، يعني أولا إذا مسألة انهيار الدالة الموجية ومسألة القياس، وهي عالجناها ناقشناها، وهذه طبعا ما زال نقاش طويل حولها، ولكن هناك مسألة ثانية تشغل بال العلماء حاليا بشكل، وهي مسألة التشابك اللحظي عن بعد اللي هو الانتانجلمنت. طبعا كلمة انتانجلمنت ابتكرها شرودنجر في الواقع، ولكن الذي أشار إليها وأشار إلى أن ميكانيكا الكوانتوم تفترض هذا التشابك اللحظي عن بعد كان ألبرت أينشتاين وزميلاه بودولفسكي وروزن. المهم بالأمر أنه مسألة الانتانجلمنت هذا ما سأركز عليه. هنا يأتي الدور الكبير طبعا بالإضافة إلى أينشتاين وبودولسكي وروزن وطبعا شرودنجر، في الواقع الشخصية الرئيسية في هذه الدراما هي بيل، جون بيل الأيرلندي، وهذا ما سأتكلم عنه في المحاضرة القادمة. فإلى اللقاء.